مشاهدي قناة شوف كيفين فأمان لكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة طريق الرابطة بين العاصمة الإدارية وتمارة. لكم في هذه الأجواء المثيرة والأجواء الرائعة بالساحل هنا اللي غادي نرسلوا لكم الأجواء الآن، يعني جو مشمس وأجواء رائعة، وكنشوفوا عدد كبير من الأسر المغربية والرباط خصوصا الأسر الرباطية اللي كيخرجوا يستمتعوا بهذه الأجواء الرائعة اللي كنشوفوا الجمالية ديال بلادنا اللي الله يحفظها لينا من كل شر. كنشوفوا البحر والطبيعة والناس والجو اللي جو رائع في الوقت اللي عدد كبير من الدول اللي باقى محاصرة بالثلوج ومحاصرة بالعواصف الرعدية والمطرية. هنا كنشوفوا الحمد لله بلادنا اللي كتسخر بهذه الجمالية أو هذا المثير، هذه الصورة الرائعة وهذا المنظر الرائع. هنا غادي نشوفوا كنشوف كيف ما قلت لكم انه كاين الطبيعة، كاين الشجر، كاين البحر، الناس خارجين هما وليداتهم والاسر ديالهم باش يستمتعوا بهذا الاجواء الرائعة اللي غادي نخليكم معنا تشوفوها معنا. كانت انطلاقة ديال البث المباشر من يعني لوسيون المحيط اللي معروف هنايا بمدينة الرباط، اللي ربما اننا حنايا دابا دخلنا في الدخلة ديال تمارة، كانت الصورة اجمل بكثير. هنا نخليكم مع الاجواء ديال البحر بالنسبة لعشاق البحر، الناس اللي كيتواجدوا في الداخل، الناس اللي ما عندهمش الاول المغاربة اللي كيتواجدوا في المدن الداخلية اللي ما فيهاش البحر واللي كيعشقوا البحر هنا كنشوفوا البحر نازل اليوم مقارنة باقي الأيام. اليوم كنشوفوا من بعد ما كنا عرفنا تقريبا جوج الأسابيع اللي كان البحر هايج، اليوم البحر نازل أو البحر يعني صالح للصيادة بالنسبة للعشاق ديال الصيد، فهذه هي الوقت المناسب. كما قلت كاينه أجواء رائعة، أجواء مشمسة، أجواء جميلة بين طريق الرابطة بين العاصمة الإدارية وتمارة. خليكم معنا غادي نكتشفوا جميعا الطبيعة الرائعة وخيرات بلادنا. كيف ما قلت لأنه كاينين بعض الدول اللي الله يكون لنا ولهم في العون اللي محاصرين في الثلوج، سواء كانت دول اللي هي متقدمة رغم بلاصهم لكن كيعانيو مع الثلوج، وبين الدول اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهم، لكن اللي كنشوفوا أطفال اللي كيتقاتلوا مع هذا البرد. حنايا الحمد لله ربنا عن علينا بهذه الأجواء اللي هي الوسطية والاعتدال، شوية شتا شوية ديال شميشة. اليوم كنشوف عائلات اللي خارجين كيستافدوا هذا الأجواء من هذا الجو، هذا اللي هو جو رائع. مشاهدي قناة شوف